بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي 3 أنماط شباب من الألاينمنت بالنسبة للمنيو. لو أنا كنت عايز هذه العناصر بتاع المنيو بتاعي لليمين، أضيف الكلاس اللي اسمه ألاين هايفن رايت. الكلاس اللي اسمه ألاين رايت الشباب مسؤول عن إن هو يحازي لي العناصر القائمة بتاعي على الناحية اليمين، تمام؟ طبعا الافتراضي بتاعه ان هو العناصر بتكون على الناحيه الشمال. الطريقه الثانيه كان عندي، لو انا كنت حطيت الكيورد اللي اسمها اكسباندد، الكيورد اكسباندد يا جماعه نشوف التاثير كده راح تعمل ايه. هتحاول تفرد لك العناصر بتاعتك كلها على حسب المساحه المتاحه. الناس تاخد بالها ان انا مش شغال على جريد، انا ما حطيتش اي دخل بالجريد، فهو اشتغل لي من اول المساحه طبعا بره السيف ال 10 بكسل اللي هو بياخدها كقطر يعني من ناحيتين، وراح وزع لي ال 4 عناصر بتوعي على المساحه الباقيه. ده معنى كلمه اكسباندد. يعني لو انا جيت ورحت عامل كنترول دي لعنصر جديد مثلا ورحت مسميه دايت 5، فبالتالي المساحه اللي هتتاخد على العناصر هتتوزع عليهم بالتساوي، فاهمني؟ ده بالنسبة للأمر اللي هو كان اسمه expanded. معايا النقطة الأخيرة اللي كانت خاصة بيه، لو أنا كنت عايز أحاز العناصر بتاعي أو أحاز عناصر القائمة بتاعي علشان تتحط في السنتر، علشان أحط عناصر القائمة بتاعي في السنتر، أنا محتاج يا جماعة إني أدرج وسم رابر. يعني هحط ديفيجن وأديله كلاس باسم معين. يبقى علشان أدرج عناصر القائمة بتاعي محتاج رابر ديفيجن حاوي. الديفيجن ده هياخد الكي وورد اللي اسمه اكزاكتلي يا شباب اسمه منيو سنترد. بالرابر ده هقدر احازي عناصر القائمة بتاعي كلها علشان تتحط فين؟ في النص بالظبط. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.